وائل جمعة واحد من المدافعين الكبار في الكرة المصرية، رسالتك لمحمد عبد المنعم، رامي ربيعة، متولي، ياسر إبراهيم إن شاء الله، الخط الدفاع يا كابتن وائل. يعني طبعا كلهم لعيبة ممتازين يا أسامة، بمجرد أنه هو ارتدى شعار النادي الأهلي ودافع عن النادي الأهلي ولعب في النادي الأهلي أكثر من سنة على التوالي، خلاص بيطبع بطبع النادي الأهلي. لعبوا مباريات زي كده الفترة اللي فاتت كتير وعندهم الخبرة للتعامل مع كده، إنما الترجي لابد أنه يحسب حسابه ألف مرة يا أسامة، خاصة الترجي اتحسن مع المدرب البرتغالي بشكل مميز جدا. الفريق بقى اصبح صلب دفاعيا جدا جدا، والترجي عامل من طينه الاهلي بالظبط يا اسامه. عنده الخبث الكروي، عنده القدره على حسم المباريات، عنده فريق التاريخ، بطل عنده بيعرف ياخد بطوله، وفريق أكيد بطل بيعرف ياخد بطوله مع الاضافات كمان الاضافات اللي النادي اضافها نادي الترجي الموسم ده، الاثنين اللعيبه البرازيليين اللي تم التعاقد معاهم ممتازين ولعيبه خطره جدا جدا، من اقل فرص يا اسامه بيسجلوا. والترجي في خلال البطوله دي زي ما احنا متابعين مشواره ومستواه، فريق صلب جدا دفاعيا، صعب ان انت تسجل عليه، وبيخطف من اقل الفرص. يعني عنده وقدر يخرج سان داونز كمان في الجوله طبعًا الاخيره. طبعا 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 يعني، ودي طبعا يعني وده عيب فريق زي سان داونز. فريق سان داونز بيلعب كره جميله وكره حلوه، ولكن عقليه البطل مش عنده زي الاهلي وزي الترجي. فهي مباراه هتبقى كبيره جدا ومباراه صعبه، وهتبقى مباراه تحسمها تفاصيل صغيره جدا يا اسامه. نتمنى ان لاعبتنا تكون مركزه ان شاء الله في افضل حالاتها، ويعني كل الامور تكون في صالح الاهلي ان شاء الله في خلال سير احداث المباراه باذن الله.